صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد يقول السائل: هل يدخل في رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت عند من يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يقول صلى الله عليكم: هل يدخل في رفع الصوت المنهي عنه رفع الصوت عند من يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا من إساءة الأدب مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت الحديث تصغي له، تصغي له لأنه يخاطبك وأنت بحاجة إليه، فكيف تنصرف عنه وترفع صوتك؟ فمن الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تصغي لها، تصغي لها حينما تقرأ الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.